خلينا بقى نخش يا فندم على الملف التاني. متوقع خلال النهارده الاربع بالليل او حتى بكره الخميس الصبح او كده، خلال الساعات اللي جايه يعني، ان يتم الاعلان عن الترشيحات او الاسامي الكامله للحكومه الجديده. ما هو المتوقع في هذا الملف؟ وهذه الحكومه اللي هتاتي مفروض في خلال او يعني هتستمر شهرين، ما هو المطلوب من هذه الحكومه؟ هل الاعلان عن هذه الاسماء يعني مهم ولا لا؟ يعني كلمنا اكتر يا والله فندم. بس هو حكاية انه اولا الدكتور كمال الجنزوري متكتم قوي على حكاية الاسماء، يعني واضح ان هو استقر على اسماء معينة لوزارات كثيرة ولكنه مش عايز يعلنها الا في في الإعلان. يعني قبل حلف اليمين بساعات، لانه هو مطلوب منه واضح انه هناك يعني 70-80% من الوزراء هيمشوا، والوزراء الباقين معدودين على اصابع اليد الواحدة تقريبا. لكن ما هو مهم في موضوع الدكتور كمال جنزيرو هو ان تخف حده الاعتراض عليه في الميدان او قدام رئيس الوزراء، لانه اولا الذي يعني مع الاحترام الكامل للمعتصمين والمحتجين الذي يشكل الحكومه هو السلطه القائمه في البلد وليس الشارع. ما حدش ضد الشارع ولا ضد رغبات الشارع، لكن اذا المجلس العسكري هو قائم بمهام رئيس الجمهوريه، ومن حقه ان يكلف اي شخص يراه بتشكيل الحكومة. إذا كان قد اختار الدكتور جمال البنزوري فهو اختاره لأسباب، وهذه الأسباب ما هياش خافية على حد، لأنه عارفين الدكتور جمال البنزوري كان رئيس الحكومة من 96 ل 99، رجل اقتصادي محترف بالدراسة وبالممارسة، رجل لا يمكن أن يحسب على النظام السابق لأنه خلافه مع النظام السابق معروف ومشهور، ومعروف أنه من سنة 1999 لغاية 2011 عندما تخلى الرئيس السابق عن الحكم كان على خلاف دائم معاه، ويمكن ومعروف ايضا لما كان يخش مكان قبل الثوره كانت الناس تقعد تسقف له ونفسهم جنزوري يبقى رئيس ده الجمهوريه. صحيح، يمكن في الايام اللي فاتت. بس يمكن هو كلام الناس كلها عن الصلاحيات اللي هتعطى للحكومه. يمكن وفي تصريحاته هو قال ان بالظبط صلاحيات سابهم رئيس والله الجمهوريه، انا فيعني كتبت في الحكايه مقال في الوفد في الصفحه الاولى كان عنوانه اين هي صلاحيات الجنزوري، وكنت بقول انه يعني خلينا نتكلم بشكل عملي ما نضحكش على نفسنا، يعني مفيش حاجه اسمها صلاحيات مطلقه، في حاجه اسمها صلاحيات رئيس حكومه كما يجب ان يكون رئيس الحكومه وكما كان هو يحب سنه 99. يعني 99 ما كانش هو عايز يلغي رئيس الجمهوريه لكن كان عايز يتصرف كرئيس حكومه حقيقي، ما يبقاش سكرتير لرئيس الدوله ولا يبقى دلوقتي سكرتير للمجلس العسكري، يبقى رئيس حكومه له الصلاحيات الحقيقيه في ان هو ياتي بالوزراء اللي هو عايزهم، ومحدش يفرض عليه وزراء كما حدث مع عصام شرف. فقلت ان عشان ده يحصل لازم يبقى في حاجتين اساسيتين يتوفروا في الصلاحيات دي، تبقى نمره واحد مكتوبه ومعلنه، يعني غير كده ما هو عصام شرف كان بيقول لك انا عندي الصلاحيات الكامله، لكن ده غير صحيح، واي رئيس حكومه قبل كده تقدر تخرجي من تصريحاته وكلامه ان هو عنده كامل الصلاحيات، لكن الكلام حاجه والفعل حاجه تانية. ده صحيح. اذا كان الدكتور كمال الجنزوري او المجلس العسكري عايز الدكتور كمال ينجح في مهمته فيجب ان يبقى ليه صلاحيات رئيس حكومه، مش صلاحيات مطلقه ولا حاجه، نمره اتنين تبقى الصلاحيات معلنه وتبقى مكتوبه. ما هو ده السؤال بقى، ما هو المتوقع، ما هو المطلوب من هذه الحكومه؟ نرجع نقول تاني في خلال الفتره اللي ممكن احنا بنقول شهرين، ممكن تبقى اكتر الشهرين ده أقل. افتراض نظري، احنا عارفين ان يعني ظروفها افتراض صعبه نظري جدا الحكومه اللي جايه. لانه يعني الناس يقول لك مثلا بعد انتخابات الشعب والشورى يجب ان تشكل حكومه جديده. طب ليه؟ لان ما انت مش نظام برلماني، وبالتالي انت لو نظام برلماني يبقى بعد الانتخابات تشكل يجب ان حكومه يؤسس جديده بالظبط. من القوى الموجوده في البرلمان، لكن انت حتى الان نظام رئاسي، لما الدستور يوضع اللي هيبقى ينتج عن مجلس الشعب اللي جاي والشورى هو اللي هيحدد نظام الحكم برلماني ولا رئاسي، طب ده هي ليست حكومة شهرين؟ وبما انك حضرتك انت بتقول لا كده. تزال رئاسي فانت كمجلس عسكري يعني لست ملزما بان تشكل حكومه جديده بعد الانتخابات، ممكن تشكل لكن مش ملزم بانك تشكل حكومه. ولذلك ان الحكومه الدكتور جنزوري من كلامه كده هو بيتكلم عن انه وجوده في الحكومه حده الادنى يونيو اللي هو مجيء رئيس جديد حسب خطاب المشير، وهو راجل واضح جدا بيقول انه انا جاي عايز اشتغل على ملفين لا ثالث لهما، الامن ثم الاقتصاد، وده ترتيب طبيعي واختيار جيد وتحديد من الاول هو عايز يعمل ايه، من هي لانه أولوية وطنية لانه هو مش جاي يجرب ولا جاي لسه عايز يعرف رئيس الوزراء بيعمل ايه، هو كان رئيس الوزراء ل3 سنين ونص وعارف ماذا على رئيس الحكومة ان يفعل، فجاي
شايف انه الحكايه الامنيه اللي حصلت من يوم الثوره لحتى الان، وكيف ان هي تمثل هاجس يومي للمواطن المصري، فعايز يحسم هذا الملف. اذا حسم هذا الملف فالاقتصاد هيبقى سهل انك انت تسترجعي منه ما فاتك، وبعد كده السياسه امرها سهل ايضا ان هي تبنى على هذين الملفين الامني والاقتصادي. ايه المتوقع يا فندم بالنسبه للفتره اللي جايه لو هنتكلم على اعتصامات التحرير؟ يعني الاعتصامات ما زالت موجوده، لم توقف عمليه الانتخاب، لم تعيقها، الناس راحت زي ما كانوا بيقولوا وهيرجعوا تاني، يمكن في تضارب في ارقام الاعداد، هل هي بتقل هل هي بتزيد، ولكن في الاخر ما هو متوقع لهذه الاعتصامات الفتره الجايه؟ والله يعني التحرير من يوم الثوره حتى الان لم يهدأ، واظن ان هناك رهان على ان تشكيل البرلمان يمكن ان يهدئ من التحرير، انه في الحاله دي هيبقى القوى السياسيه قادره على ان تعبر عن راي الشارع والتحرير من داخل البرلمان نفسه. لكن التحرير في كل وقت هيفضل موجود، وما اعتقدش انه في المدى القصير هيختفي او هتخف حدته، لانه طول الوقت الثوره او شباب الثوره موجود، وحاسس انه مطالبه اللي هي الثوره قامت علشانها ما اتحققتش، وعنده حق طبعا، لكن يجب انه يقيس الطموحات بالامكانات. هل الامكانات اللي عند الحكومه او عند البلد قادره على ان تسعف هذا الشباب في تحقيق مطالبه ولا لا؟ يعني كلنا ما حدش ضد تحقيق مطالب الثوره كلها مره واحده، خصوصا مطلب العداله الاجتماعيه بالنسبه للناس العاديين او الناس الغلابه. يمكن المطلب ده لكن ما اتحققش في اي حاجه يا فندم. يعني ما اتحققش طبعا، لانه يعني مش العداله الاجتماعيه ده حاجه كبيره جدا، اقلها انه او اهمها يعني انك انت كمواطن، ده الاجور امرها سهل، المواطن يبقى يجد رعايه صحيه لائقه ببني ادم، وإسكان ويجد تعليم جيد. واعاشه وما يمر وكهرباء. في الصحه والتعليم دي عايزه مليارات وعلى فترات طويله. انما الحد الادنى من الاجر او الحد الاقصى ده يعني اظن مش هو المشكله، المشكله هي ان تتحقق مطلب العداله الاجتماعيه اللي هو احد مطالب الثوره الثلاثه، وخصوصا على مستوى التعليم والصحه. ده عايز وقت، انما وعشان وعايز وقت وعايز جهد وعايز امكانيات ماديه. لو كانت ماديه هتعمليها ازاي في ظل اقتصاد بينزف يوم بعد يوم، على مستوى سعر الجنيه كعمله محليه، على مستوى احتياطي النقد الاجنبي في البنك المركزي، على مستوى معدلات البطاله، على مستويات كثيره. يعني اقتصاد مرهق وهيبقى مرهق لرئيس الحكومه الجديد. وده التحدي الحقيقي للحكومه زي حكومه الدكتور كمال الجنزوري، ان هو وراجل حقيقه بيقول يعني بيعد وعود صادقه، بيقول ان انا استطيع في فتره قصيره وحاسبوني على ده ان انا استعيد قدر على الاقل من تماسك الاقتصاد المصري. حضرتك شايف ان في حاله من انعدام الثقه ما بين الناحيتين، ما بين ميدان التحرير وما بين القوى السياسيه وما بين ميدان التحرير والمجلس العسكري وما بين من هم مع ضد ميدان التحرير او ضد ميدان التحرير؟ في طبعا برضو في فجوه بين الطرفين، والفجوه دي الفجوه يعني ممكن جدا ردمها لو حسنت النوايا يعني عند الطرفين، ما يبقاش كل طرف مخون الاخر، لانه المفروض انه الهدف الاسمى للجميع هو هذا البلد مصر. طبعا اذا كان كل واحد حاطط قدامه مصلحه البلد مش مصلحته هو كشخص او كتيار او كحزب، ممكن جدا ان احنا نقفز فوق هذه العقبات كلها. خلينا نعمل شغل الصحافه بقى شويه ونعرف، هل ما فيش كده تسريبات لاسامي متوقعه للحكومه؟ يعني احنا سمعنا تسريب ان ممكن يكون فنان محمد صبحي وزير الاعلام، ده تسريب ولا دي اسماء كلها المتوقع. يعني اسماء كلها بتسرب. ودكتور الجنزوري اولا بطبعه غير محب للإعلام، هو نفسه قال كده، وقليل الظهور جدا في الإعلام، وقليل أيضا التسريب للأسماء دي، على فكرة أنه هو يعني حتى سربها من حوله مش هو. أكيد طبعا رح يقول تسريبات بقى. يعني أي أسماء تسمعها دلوقتي أظن هي تبقى نوع من الاجتهادات والتخمينات والترشيحات التي لا ترقى إلى مستوى المعلومات المؤكدة. وفعلا بالنسبة لي أنا حاولت أعرف، إنما يعني حاجه زي صندوق مغلق لن يفتح الا اذا فتحه الدكتور الجنزوري نفسه. فاظن ان احنا يعني كلها ساعات وهيبقى متاح يعني. ونتمنى طبعا
التوفيق للحكومه الجديده، لان مهمتها هتكون مهمه صعبه جدا 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 طبعا على المستوى زي ما قلت لك على مستوى الامن والاقتصاد. الامن والاقتصاد. طب بالنسبه بقى العلاقات الخارجيه والوضع الخارجي، ايه الاخبار؟ هو الوضع الخارجي ده يعني نشوف، ما هو لا يمكن ان تلعب دورا خارجيا ولا اقليميا الا اذا كنت صاحب اقتصاد قوي. بص لتركيا وبص للصين وبص، يعني الصين قفزت الان يعني من الاقتصاد الثالث على استطاعت ان تتجاوز اليابان وهو الاقتصاد الثاني بعد الولايات المتحده الامريكيه. ولذلك الولايات المتحده الامريكيه لو تشوف تصريحات اوباما ووزير الخارجيه بتعمل الف حساب للصين بسبب وضع اقتصادي قوي. اقتصاد قوي يعني دور قوي في العالم، ويعني وضع قوي في داخل البلد. من غير اقتصاد لا تتكلم عن سياسه ولا تتكلم عن حاجه. وهل ده هو ده السبب الرئيسي اللي خلى الاقتصاد من اولويات هذه الحكومه؟ هو خلى كمان اختيار جنزوري على وجه التحديد، لانه طول الوقت كنت عايز حد راجل اقتصاد. الدكتور جنزوري ايام ما كان موجود في السنوات اللي قعدها كان طول الوقت مركز على الاقتصاد بقى، مش اقتصاد نظري، اقتصاد بمعنى الانتاج. ولذلك هو فكره الخروج من الوادي هو اللي كان يعني شغال عليها طول الوقت. فكره المشروعات المنتجه هو كان شغال عليها طول الوقت. يعني عايز يبقى الانتاج هو اللي يضيف للبلد، مش الضرايب. يعني دايما مثلا حكومه نظيف كان عيبها ان هي عايزه تاخد فلوس من جيب المواطن على طول بكل الاشكال والطرق عشان تواجه وكل مشاكلها. انما هو ده الدكتور جنزي اظن عايز يضيف لجيب المواطن دخل. بنتمنى طبعا يا فندم. والله يا ريت، يعني يا ريت جدا يعني. طيب ختاما يا فندم، حضرتك كنت بتتكلم وبتقول ان المرحله الثانيه والثالثه لن تمر الا لما يكون في تدارك للمرحله الاولى وعيوبها. طيب لتجاوزات الاولى، تجاوزات الاولى اللي عايزين نقوله، لو فعلا تم فعلا التحقيق في هذه البلاغات سريعا، من الذي يعني من هي السلطه المخوله ان هي تساعد السلطه القضائيه ان هي تقدر تمارس مهامها في الحفاظ او في منع الممارسات السلبيه اللي احنا كلنا اتفقنا عليها كجمهور على الاقل يعني في المرحله الثانيه والثالثه اللي هي ما هو السلطه هنا بقى سلطه معنويه اللي هي وعي المواطن نفسه. ما هو دايما الدكتور مشرع عبد المعز ابراهيم قال انه اي بلاغ هيقدم انا هتولى التحقيق فيه وهتخذ فيه اجراء على الفور. لانه ما تقدرش، الداخليه بتقول لك انا بامن اللجان فقط، ماليش دور اكتر من كده. الجيش بيساعد الداخليه في هذا الموضوع، الحكومه عندنا حكومه تسيير اعمال وحكومه مكلفه. اذا يبقى لنا اللجنه العليا للانتخابات هي المسؤوله عن العمليه الانتخابيه من اولها الى اخرها، وهي المسؤوله عن مواجهه اي تجاوزات. واهم من المواجهه السرعه في مواجهه التجاوزات عشان ما نستناش لحتى لا يوم الاعاده الاسبوع الجاي ولا المرحلتين الثانيه والثالثه اللي بعد كده. حضرتك متفائل بالبرلمان اللي جاي انه هيمثل مصر؟ انا متفائل انه يبقى في برلمان. يعني سواء بقى اصل يعني فكره الديمقراطيه زي ما قال شرشر انه يعني في حاجات سيئه كثيره في الحكم، افضلها يعني افضل السيء هي الديمقراطيه. لانه ما هو تصور ان عندك 51% يحكموا، ولو حد جاب 51% هو بيحكم و 49% ما لهمش معنى. لكن هذه هي الديمقراطيه. ممكن الناخب اللي هيختار المره دي ممكن يغلط ويكتشف من خلال ممارسه البرلمان اللي جاي انه ما حققلوش في الرقابه على عمل الحكومه وفي تشريع للقوانين انه اختياره ما كانش مظبوط، فيصحح اختياره في المره اللي بعدها. هي دي ده على مستوى كمان، على فكره احنا كمان على مستوى مواطن، احنا زي ما احنا بنقول احنا بنتعلم يعني كلنا بنتعلم وبنغلط. يعني كل التجربه قطعا خصوصا على مستوى بقى الممارسه الديمقراطيه من النوع اللي شفناه امبارح اليومين بتوع الانتخابات المرحله الاولى هيبقى دائما مفيده للمواطن في اختياراته اللي بعد كده ان شاء الله. كاتب الصحفي استاذ سليمان جولة، بنشكر حضرتك على وجودك معانا، وان شاء الله اكيد هيكون لنا لقاءات تانية ان شاء الله باذن الله هنتابع بيها كل المراحل، وهنتابع بيها يا رب ان شاء الله بدايه زي ما حضرتك قلت تاني للديمقراطيه فعليه بغض النظر عن اختلاف الاراء. وهو اختلاف الاراء ده المفروض يكون هو بدايه الطريق الصحيح. ان شاء الله لو الاراء كلها اتفقت هتبقى مشكله على فكره. طبعا انا من برامج ليه طيب بالظبط. طب ننتقل لفاصل لا احنا خلاص باي باي كده، باي باي فعلا نروح كده خلاص نروح. طيب اوكي طيب مشاهدينا احنا زي ما قلنا تاني بنكمل كلامنا عن الانتخابات، اكيد هنتابع نتائج، وطبعا في نفس الوقت هنكون بنتابع اخبار الحكومه الجديده وغيرها من الاحداث. وبرضه هيكون في جانب مش سياسي عشان احنا برضه لسه الصبح، هيكون معاكم دايما على النايل لايف كل يوم، ونهاركم سعيد. شكرا. سلام.